السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الجيناتيك ألجوريزمز واستخدامها في الأوبتمايزيشن. نخلي بالنا إن إحنا ممكن نقسم الطرق بتاعة الأوبتمايزيشن إلى تو كاتيجوريز. ممكن نقول إن في كاتيجوري بتعتمد على الدريفاتيفز، وفي كاتيجوريز تانية ما بتعتمدش على الدريفاتيفز. الجيناتيك ألجوريزم والبارتيكل سوارم اوبتمايزيشن بينتموا لي النون دريفاتيف بيزد اوبتمايزيشن تكنيكس. الدريفاتيف بيزد اوبتمايزيشن تكنيكس لقينا ان هي افيشنت في حاجات كتير طبعا، ولكن برضك بتعاني من بعض المشاكل. اول حاجة نخلي بالنا ان الدريفاتيفز الكوست بتاعها كبير، وخاصة لما انا استخدم طرق بتستخدم السكند دريفاتيفز. يعني مثلا على سبيل المثال في النيوتن جريدينت ديسنت اوبتمايزيشن لقينا ان انا محتاج احسب الهيسيان، وبالتالي الهيسيان دون محتاج احسبه بسايز كبير في بعض الاحيان، وبالتالي يبقى عندي ماتريكس الحجم بتاعها كبير، محتاج ان انا اعمل لها انفيرس كل مرة، فدون كومبيوتيشنالي فيري كوستفول. يعني بياخد، هتلاقي وقت، بياخد وقت في الحسابات بتاعته كبير جدا، غير ان هو برضك لما الحجم بتاعي او عدد البارامترز بتاعتي اللي انا بعمل عليها الاوبتمايزيشن بيبقى كبير، بيبقى الكلام ده مش افيشنت خالص. بالاضافه ان معظم الجريدنت ديسنت او الطرق اللي هي بتعتمد على الديريفاتيفز هتلاقي ان هي محتاج ان انا اتيون الليرنينج ريت، وتيونينج الليرنينج ريت برضك ما هواش مثالي، لان ده محتاج ان انا اعمل تجارب عملية كتير بحيث ان انا اشوف ايهما افضل او انهي ليرنينج ريت اللي مناسب. في بعض الاحيان برضك لما ما تتوفرش عندي كلوزد فورم للاوبجكتيف فانكشن بضطر ان انا استخدم نيوميريكال ابروكسيميشن علشان ان انا احسب الديريفاتيفز، والنيوميريكال ابروكسيميشنز برضك محتاج ان انا اتيون لي الستيب اللي انا بيزد عليها بحسب الايه الديريفاتيف ابروكسيميشن، فده برضك بيعمل لي مشكله. طب يبقى اذا في الناحيه التانية هتلاقي ان انت عندك الجيناتيك الجوريزم والبارتيكل سوارم اوبتمايزيشن لا تعتمد على الديريفاتيفز، يبقى اذا خلي بالك. طيب دي خلاص، دي طرق مش هتستخدم الديريفاتيفز. طيب هل الطرق دي مثالية ولا هي في ابلكيشن تنفع فيها وابلكيشنز تانية ما تنفعش فيها؟ نخلي بالنا هي دي الكرايتيريا. هتلاقي ان دايما كل حاجة هتلاقيها ليها مزايا وليها عيوب، وفي ابلكيشنز معينة هتلاقي في طريقة مناسبة اكتر من طريقة تانية وهكذا. الجيناتيك الجوريزم اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هنستخدمه في الاوبتمايزيشن، ونلاقي ان هو انا مش محتاج اعمل ديريفاتيفز خالص للاوبجكتيف فانكشن، ولكن في نفس الوقت هتلاقي ان من احد عيوبه ان هو بطيء، ان هو ايه بطيء، وبالتالي البطء ده برضك ما بيبقاش ان هو حاجة كويسة، لان ده برضك هيكلفني وقت كتير وهكذا. فتلاقي دايما كل حاجة ليها ميزة وليها عيب. طبعا احنا عندنا فكرة كبيرة عن الاوبتمايزيشن، وفي الجزء الاولاني او التلت الاولاني من الكورس تقريبا خليناه عبارة عن كراش كورس، اتكلمنا فيه عن الطرق المختلفة للكلاسيكال اوبتمايزيشن والطرق بتاعة الجريدينت ديسنت وبلا بلا بلا. هنا بس بيفكرني، بيقول لي نخلي بالك ان عملية الاوبتمايزيشن معناها ان انا عاوز اجيب النقطة اللي عندها الفانكشن هي اما قيمتها اكبر ما يمكن او اصغر ما يمكن، يبقى انا عاوز اوجد الايه الماكسيمم او المينيما بوينتس. ودايما كنا بنقول ان هي لوكال او جلوبال، على اساس ان انا ما بقدرش احكم ان دي جلوبال ماكسيمم او جلوبال مينيمم في معظم الاحيان، لان عندي عدد كبير من البارامترز، بالاضافه ان الفانكشن بتاعتي الكونفكسيتي بتاعتها ما بقدرش ان انا اعمل لها، يعني ان انا اقول ان هي كونفكس او كونكيف بطريقة مباشرة. فالكلام ده هيبقى ايه دايما الماكسيمم او المينيمم اللي انا بدور عليها بنسميها ايه لوكال ماكسيمم او ايه او لوكال مينيمم. التحديات بتاعت المشكلة دي بالنسبة لنا زي ما قلنا معروفة، واحد التحديات الكبيرة اللي فيها ان هي الكيرس اوف دايمنشناليتي، دايما عندي عدد كبير من البارامترز، وبالتالي ده تحدي كبير في المسألة.
كنا احنا خدنا امثله كتير قبل كده على الاوبتمايزيشن، وكنا قلنا ان التريننج بتاع النيورال نتوركس هي واحده من اشهر المشاكل بتاعه الاوبتمايزيشن، ودي اللي احنا عالجناها في الجزء اللي فات من الكورس، وشفنا طرق مختلفه نقدر نعمل بيها اوبتمايزيشن للاوبجكتيف فانكشن بتاعه النيورال نتورك. طيب هنا تعالى نشوف مشكلتين شكلهم بالنسبة لنا جديد، بس هما ستيل يعتبروا ايه، يعتبروا اوبتمايزيشن بروبلمز. اول مشكلة بنسميها الباث بلاننج. الباث بلاننج دي بالظبط زي ايه، زي ان انا عندي خريطة، والخريطة دي اللي عاوز يتحرك عليها روبوت، فالروبوت ده عاوز يتحرك من النقطة ألف ليروح للنقطة ب، أو النقطة إيه يروح للنقطة إيه ب. نخلي بالنا في الباث بلاننج ده، هو محتاج أو الكمبيوتر بتاع الروبوت محتاج إن هو يخطط المسار بتاعه، فنخلي بالنا هو هيخطط المسار بناء عليه، بناء على أوبجيكتيف معينة هو عايز يحققها. يعني على سبيل المثال، هل هو عاوز يستهلك طبعا أكيد أقل إنرجي او اقل فاول، فدي برضك فدي تعتبر اوبتمايزيشن، عاوز يتحرك في مسار بحيث ان هو ياخد اقل وقت ممكن، وهكذا. يبقى دايما خلي بالك الباث بلاننج لازم يكون في اوبجكتيف فانكشن معينه عايز ان انا احققها، عايز ان انا ايه احققها. برضك هنا بيشوف للجين، او من الناحيه التانيه بقى لو انا قلت دايما عندي اوبجكتيف فانكشن عاوز اعمل لها مينيمايزيشن، فدي دايما اللي هي اللوس فانكشن، اللي هي عكسها اللي هو الجين. لازم انا اشوف الجين بتاعي عاوز اعمل له ماكسمايزيشن، يبقى انت قصاد بقى في حاجه معينه بتعمل لها مينيمايزيشن، في حاجة قصادها بتعمل لها ماكسمايزيشن. اللي بالظبط في الموضوع ده الأحسن مثال ليه اللي هو الجيم، لما أجي ألعب لو في حد مننا بيلعب شطرنج وكده، فبتلاقي إن الشطرنج أنت عاوز تكسب أكتر، فأكسب أكتر دي معناها إيه؟ معناها إن أنا عاوز أعمل موف معينة، الموف دي تكبر الاحتمالية بتاعتي للوين. يبقى انا خلي بالك بقى دلوقتي هنا شايف طريقة الكلام، احنا دلوقتي عاوز اعمل موف، الموف دي تخلي المكسب بتاعي اكبر ما يمكن. خلي بالك معايا، الشكل ده او الشكل ده من الاوبجكتيف فانكشنز محتاج لي ديفينيشنز مختلفة تماما، غير لما انا كنت بكتب التوتال كوست فانكشن بتاعة التريننج بتاعة النيورال نتورك، فتلاقي هنا الموضوع مختلف الى حد ما. يبقى انت كأن هنا في الوصف بتاع المشكلتين دول بالتحديد، اللي هي الباث بلاننج والجيمنج، واحنا يمكن اخترنا او تم اختيار المثالين دول بالذات علشان نخلي بالنا الحل بتاعهم هو عبارة عن ايه، سيفرال سوليوشنز. يبقى خلي بالك دايما هنا في الحالة دي ما بيبقاش عندك حل واحد، يعني انت عاوز تقول ايه، لا ده حل، لا مفيش حل واحد. لو انت خدت الباث بلاننج لوحده او خدت الجيمنج لوحده وعاوز هنا تماكسمايز او تمينيمايز اللي هي اللوس بتاعك، او الفاول عاوز تمينيمايز الفاول، او عاوز تمينيمايز التايم بتاعك، او في الناحية التانية في الجيم عاوز تماكسمايز الجين بتاعك من اللعبة اللي انت هتلعبها، فبالتالي دايما تلاقي سيفرال سوليوشنز. انا بقى بالنسبه لي عاوز اعمل ايه، عاوز اختار اللي هو البيست سوليوشن، هي دي النقطه. يبقى انت هنا خلي بالك انت عاوز ايه، تختار البيست سوليوشن. دايما لما انا الاقي سيتويشن زي ده على طول دايما اروح للنون دريفاتيف بيزد اوبتمايزيشن تكنيكس، دايما في الحالات دي اما اختار يا اما جيناتيك الجوريزم او اختار البارتكل سوارم اوبتمايزيشن. هنا برضك في الجزئيه دي بيقول لي ايه، بيقول لي ان انا ممكن الطرق بتاعت الاوبتمايزيشن اقول ان انا عندي الديترمينستيك او كلاسيكال اوبتمايزيشن ميثودز. نخلي بالنا اي واحده من الديترمينستيك ميثودز دي، لو انا ابتديت من نفس الانيشال كونديشن لازم اوصل في الاستي ستيت لبوينت معينه، البوينت دي ما بتتغيرش طول ما انا بدات بنفس الانيشال بوينت بتاعتي. يبقى خلي بالك دي بنسميها ايه، بنسميها ديترمينستيك او كلاسيكال اوبتمايزيشن تكنيكس. ولكن في عندي مجموعه تانية من الاوبتمايزيشن تكنيكس ممكن نسميها ستوكاستيك، الستوكاستيك ميثودز، او بنسميها اللي هي الراندوم تكنيكس. كلمه راندوم تكنيكس دي معناها ايه، معناها ان في جزء كبير جواها في راندومنس. الراندومنس دي معناها ايه، معناها ان هي جواها بتعمل
مجموعة أو سيكونس من الأوبريشنز فيها راندومايزيشن إلى حد كبير. يبقى إذا حتى في الاستوكاستيك ميثودز دي لو أنا ابتديت كل مرة بنفس البوينت هتلاقي إن أنا ممكن أوصل لحلول مختلفة كل مرة. ليه؟ لأن أنا عندي مجموعة إيه؟ مجموعة من العشوائيات، في خطوات كتير قوي جوه فيها عشوائية كبيرة زي ما هنشوف إن شاء الله في الخطوات بتاعة إيه الجيناتيك الألجوريزم. طيب يبقى خلي بالك بقى، يبقى خلي بالك الاستوكاستيك ميثودز دي هي دايما قريبة من اللي هي فيها الروح اللي هي الايه البروسس الطبيعية او الناتشورال بروسس. دايما الناتشورال بروسس بتبقى دايما فيها بعض الراندمنس، دايما بيبقى فيها ايه راندمنس وهكذا. زي ما قلنا ان هذه الطرق مناسبة للسيتويشن، زي ما قلنا ان احنا ايه عندنا سيفرال سوليوشنز ولكن احنا بنختار منها الايه اللي هو افضل سوليوشن. هنا بقى احنا دلوقتي عاوزين الكلام اللي احنا قلناه تعال نقوله تاني، بس يبقى مكتوب قدامنا. يبقى احنا خلي بالك الجيناتيك الجوريزم والاوبتمايزيشن، احنا قلنا ان احنا عندنا في بروبلمز فيها لارج سوليوشنز، في عدد كبير قوي من الحلول، بس احنا عاوزين نختار اللي هو افضل سوليوشن. نخلي بالنا زي ايه بيست موف ان تشيس، في بعض الماثيماتيكال بروبلمز، بعض الفاينانشال بروبلمز، تمام وهكذا. يبقى دي بعض الايه بعض الامثله اللي هي ايه ممكن استخدم فيها الجيناتيك الجوريزم. طبعا نخلي بالنا الجيناتيك الجوريزم زي ما هي الميزه اللي فيها ان هي لا تعتمد على التفاضل، وبالتالي ده بيدي ميزه ان الاوبجكتيف فانكشن بتاعتي مش موجوده دايما بشكل كلوزد فورم، اقدر انا اعمل دريفيجن للدريفاتيفز اند سو اون، وبالتالي فده ميزه مش هقضي انا وقت في موضوع الدريفاتيفز ولا فيرست دريفاتيف ولا سكند دريفاتيف. ولكن في المقابل هتلاقي ان هي الخطوات بتاعتها الى حد ما بتحتاج وقت اكتر، وبالتالي كومبيتيشنال تايم ممكن يكون ايه ممكن يكون كبير، ممكن يكون كبير وهكذا. طيب لو انت خلي بالك هدفك انك تدور على الاكزاكت بوينت بتاعه الماكسيمم فاليو بتاعه الفانكشن، لا دي خلي بالك مش هتساعدك الجيناتيك الجوريزم. ليه؟ لان احنا قلنا فيها راندمنس، وبالتالي هي بت ايه بتعمل ايه بتعمل اتريشنز امونج سيفرال سوليوشنز، وبالتالي مش شرط ان هي توصل للايه مش شرط ان هي توصل للاكزاكت اكزاكت بوينت اللي انت ايه اللي انت عايزها، ده ممكن ما يتحققش. تعالى بقى هنا يا جماعه نشوف شويه تعريفات ليها علاقه بالجيناتيك الجوريزم. خلي بالنا انا هقول التعريفات دي ليس من ناحيه البيولوجي، ولكن انا هقول التعريفات دي من ناحيه اللي احنا الالجوريزمات اللي احنا هنستخدمها عشان نوصل للي هي الماكسيمم او المينيمم بتاعه الاوبجكتيف فانكشن بتاعتي. انا ارجو ان كل واحد مننا من الطلبه يحاول يقرا اللي هي البيولوجيكال انترودكشن اللي موجوده في الكتاب بتاع فاضي، انا كاتب اسم الكتاب في اول سلايد. ماشي طيب تعالى بقى دلوقتي في شويه حاجات مهمه او لازم نخلي بالنا منها. نخلي بالنا انا دلوقتي لو انا قلت ان عندي رقم، الرقم ده بمثله في شكل باينري، بمثله في شكل ايه باينري. الشكل الباينري ده دون في مثلا 32 بت او 16 بت. يبقى نخلي بالنا ال 16 بت كلهم على بعض دول بنسميهم ايه بنسميهم كروموزوم، بنسميهم ايه كروموزوم. يبقى خلي بالك كل الارقام اللي انت هتستخدمها هخزن كل واحد منهم في 16 بت، يبقى كل 16 بت دول كل 16 بت دي اسمها كلها ايه كروموزوم. البيت الواحده بنسميها جين. يبقى تاني ال 16 بت على بعض دي عباره عن كروموزوم، البيت الواحده عباره عن ايه عباره عن جين. او بشكل تاني في شكل تاني لتمثيل الرقم بتاعي اللي هو عباره عن ايه عباره عن رقم مكون من 5 ديجيتس، مكون من ايه من 5 ديجيتس. يبقى الخمسه ديجيتس دول كلهم على بعض عباره عن ايه عباره عن الكروموزوم، عباره عن ايه الكروموزوم. ولكن كل ديجيت منهم كل ديجيت منهم اسمها ايه اسمها جين. تمام كده. طب نخلي بالنا بقى نخلي بالنا مش انا في عندي في بعض الاحيان بيبقى الفانكشن البارامترز بتاعتها اكس 1 واكس 2 واكس 3. طيب
الاكس واحد والاكس اتنين والاكس تلاتة كلهم مع بعض، لما احطهم جنب بعض دول بيمثلوا البارامتر بتاع الفانكشن. البارامتر كله على بعضه ده بنسميه كروموزوم. البارامتر كله على بعضه يبقى كأن لو انا همثلهم باينري، كل واحد منهم ياخد 16 بت، يبقى انا عندي 3 بارامترز، يبقى 16 بت جنب بعض عباره عن 3 في 16، يبقى انا عندي 48 بت. يبقى الكروموزوم بتاعي هنا كام؟ 48 بت. طيب تمام. برضك في بعض الاحيان الكروموزوم بنسميه انديفيدوال، اللي يبقى الانديفيدوال مكافئ للايه؟ زي الكروموزوم بالظبط. طيب population يعني ايه؟ لو انا قلت ان عندي مجموعه من الكروموزومز او مجموعه من الانديفيدوالز دي بنسميها الايه؟ بنسميها البوبيوليشن. طيب جميل جدا. كنا احنا قلنا دايما ان احنا هدفنا ان يكون عندنا اوبجكتيف فانكشن نعمل لها مينيمايزيشن او ماكسمايزيشن. نخلي بالنا بقى، يبقى خلي بالك الفيتنس دي معناها ايه؟ الفيتنس دي معناها ان الكروموزوم بتاعي قد ايه هو قريب من السوليوشن. خلي بالك، يبقى انت عندك كلمه سوليوشن وعندك كروموزوم، عاوز انت تشوف ايه؟ تشوف قد ايه الفيتنس بتاعك قريب من، او الكروموزوم بتاعك قريب ده من السوليوشن ولا لا. يبقى كل كروموزوم اسوشيتد معاه فيتنس فاليو، يبقى الفيتنس فاليو بتقول لي قد ايه هو قريب من الايه؟ السوليوشن. كل ما بتكبر الفيتنس كل ما بكون انا اكبر للسوليوشن، او كل ما اكون انا قريب من الايه؟ من السوليوشن بتاعته. تمام. طب الفيتنس فانكشن يعني ايه؟ هي الفيتنس فانكشن دي معناها الفانكشن اللي بتحسب الفيتنس، يعني الفانكشن اللي بتحسب تقول لي الكروموزوم ده قد ايه هو قريب ولا بعيد من الايه؟ من السوليوشن. ودي بتعتمد على البروبلم، دي بتعتمد على البروبلم. طيب كلمه سيلكشن معناها ايه؟ كلمه سيلكشن دي معناها ان انا هختار انديفيدوال معين. نخلي بالنا هختار انديفيدوال بناء على كريتيريا، والكريتيريا دي لازم تخدم الهدف اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه. هوضح انا في السلايدز الجايه موضوع السيلكشن دي. بس السيلكشن دي معناها ايه؟ طريقه الاختيار بتاعه الانديفيدوالز. يعني انا بكل بساطه، يعني انا بكل بساطه عندي جيل معين، في جيل معين هينشا منه جيل تاني، يبقى اذا خلاص الجيل دون عشان ينشا منه الجيل الجديد لازم انا اختار من الجيل ده اللي هم يصلحوا ان هم ينتجوا الجيل الجديد. يبقى انا عندي ايه؟ يبقى لازم في سيلكشن كرايتيريا هي اللي هتخليني اختار الانديفيدوالز دول عشان ينتجوا اللي هو الايه؟ الجيل الجديد، عشان يجي لي جيل جديد كويس. طيب ريكومباينيشن او كروس اوفر، ماشي، كأن انا عندي بيرنتس والطريقة اللي انا هطلع بيها اللي هو الايه؟ اللي هو التشايلدز بتوعهم او التشيلدرن، تمام كده؟ دي بنسميها ايه؟ بنسميها ريكومباينيشن او كروس اوفر. تمام. يبقى خلي بالك بقى، دي بقى اذا الكروس اوفر هنا، هنا بيقول لي جينز فروم بيرنتس فورم ان سام واي ذا هول نيو كروموزومز. يبقى انا خلي بالك كأن انا الجيل الجديد هي الطريقه اللي انا هنتج بيها الجيل الجديد من الايه؟ من الجيل اللي قبليه. تمام كويس. الميوتيشن، الميوتيشن معناها الطفرات. لو انا عندي كروموزوم معين هل في احتماليه ان يحصل فيه طفره معينه؟ دي برضك دي بنسميها ايه؟ دي بنسميها ميوتيشن زي ما هنشوف. يبقى هنا في السلايد دي تعالى نتكلم جنرالي عن الجيناتيك الجوريزم وازاي نربطه بموضوع الاوبتمايزيشن. طيب الاوبتمايزيشن بتاعنا عباره عن ايه؟ عندي اوبجكتيف فانكشن، الاوبجكتيف فانكشن دي فيها بارامترز اللي هي من اكس واحد لحد اكس ان، يبقى اللي هي فانكشن في ان فاريبلز، يبقى كانها ان دايمنشنال فانكشن. ان ايه؟ دايمنشنال فانكشن. تمام كده. كل فاريبل منهم ليه قيمه او ليه سبيس، ليه ايه؟ سبيس. يبقى خلي بالك ده الطلبه اكس واحد ليها سبيس، ليها مينيموم وليها ماكسيم، اكس اتنين ليها سبيس مينيموم وماكسيم. زي ما بقول اكس واحد بتتغير من ناقص اتنين لاتنين، فده السبيس بتاع التغير بتاع اكس واحد. يبقى انت خلي بالك عندك سبيس للتغير بتاع الايه؟ بتاع البارامترز او الفاريبلز، البارامترز او ايه؟ او الفاريبلز. تمام. يبقى خلي بالك هو ده السيرشنج سبيس بتاعي. نخلي بالنا ان انا ما فيش عندي حاجه اسمها اوبتمايزيشن انكونستريند كده، لا انا عندي الاوبتمايزيشن بتاعي هنا لازم يكون كونستريند.
السبيس او السيرشنج سبيس بتاعي محدد، لازم يكون محدد. تمام، كويس قوي. هنا بقى بعد كده عندي بيقول لي ايه؟ بيقول لي خلي بالك ان عندك الاكس واحد والاكس اتنين لحد اكس ان، كل دول هاخدهم كده على بعض، هعمل لهم انكودنج. الانكودنج ده عباره عن ايه؟ زي اللي انا قلته من شويه، اللي هو عباره عن باينري انكودنج. يبقى انت عندك الاكس واحد ليها باينري كود، الاكس اتنين ليها باينري كود، وهكذا. لما انا احط الكودز بتاعت اكس واحد واكس اتنين لحد اكس ان جنب بعض كلهم، دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا كروموزوم. بيعملوا ايه؟ بيعملوا كروموزوم. كل باينري ديجيت منهم اللي هو قيمته بواحد او زيرو، قيمته بواحد او زيرو، ده بنسميه جين. بنسميه ايه؟ بنسميه جين. ونخلي بالنا اول اللي هو الاوريجينال جيناتيك الجوريزم اللي اتعمل الاولاني كان دايما بيستخدم الايه؟ الباينري انكودنج. بيستخدم الايه؟ الباينري انكودنج. كلمه باينري انكودنج معناها ايه؟ معناها الريال فاليو بتاعت اكس واحد او اكس اتنين او هكذا، دي بنحول لها ايه؟ بنجيب لها باينري كود. بنجيب لها ايه؟ باينري كود زي ما هنشوف. طيب تعالوا نشوف هنا يا جماعه بقى مثال على الكروموزوم والجينز. الشكل اللي قدامي ده بيقول لي ان انا عندي فانكشن ليها تو بارامترز، اللي هي اكس واحد واكس اتنين، واكس واحد واكس اتنين هما الاتنين هعمل لهم انكودنج في 10 بيتس او 10 جينز. يبقى انت عندك الكروموزوم بتاعك بيحتوي على كام؟ بيحتوي على 20 جين. يبقى خلي بالك بقى هنا، ادي الكروموزوم بتاعي كله اهو، ادي فيه الكود بتاع اكس واحد والكود بتاع اكس اتنين، واكس واحد واكس اتنين كل واحده فيهم فيها عباره عن 10 بيتس او 10 جينز. 10 بيتس او ايه؟ او 10 جينز. نخلي بالنا هنا سؤال مهم جدا. واحد هيقول لي ايه؟ هو انا مضطر ان انا احول من ريال لباينري ولا هعمل ايه؟ نخلي بالنا دايما في الجيناتيك هتلاقي ان انا ببتدي باينري، دايما شغال باينري، وبعد كده بحاول ان انا بعمل ايه؟ ان انا بحول من باينري لديسيمال. يبقى انت مش ما بتحتاجش ابدا التحول من ديسيمال لباينري، لان دايما بنبتدي بالكروموزوم بتاعنا بالجينز الاول اللي هي واحد وصفر، ودي سهله ان انا باي راندومايزيشن ان انا انيشاليز الكروموزوم بتاعي بالشكل دون، وبعد كده لما اجي احسب قيمه الفانكشن بحول على طول من باينري لديسيمال، وده سهل، وده سهل ما فيهوش اي حاجة. طيب دلوقتي انا عاوز اعرف هو الجيناتيك الجوريزم ده الخطوات بتاعته ايه؟ بكل بساطة، بكل بساطة انا ببتدي من جينيريشن. الجينيريشن بيمثل ايه؟ بيمثل مجموعة من الانديفيدوالز او مجموعة من الايه؟ من الكروموزومز. زي ما انت شايف كده كل كروموزوم اللي هو عبارة عن اكس واحد واكس اتنين، كل كروموزوم من دول هيكون ليه فيتنس فانكشن او هيكون ليه فانكشن فاليو. يبقى انت خلي بالك عندك مجموعه من النقط، كل نقطه بتمثلها بكروموزوم، وقصاد النقطه دي الفيتنس فانكشن بتاعتها. جميل جدا. المفروض ان النقط دي والفيتنس فانكشن بتاعتهم في قيمه منهم هي اللي بتحقق القيمه المثاليه بالنسبه لي في الجيل ده او في الجينريشن ده. يعني انا عاوز احصل على الماكسيمم، يبقى انا بدور على اكبر فيتنس فانكشن فيهم. طيب سؤال مهم جدا، هل الفيتنس فانكشن دي في فيتنس فانكشن احسن منها؟ ربما، او ان هي مفيش احسن منها. والله لو مفيش احسن منها يبقى انا محتاج ان انا استوب الاتريشنز بتاعتي وخلاص، واقول ان خلاص احسن قيمه عندي هي القيمه دي. طب سؤال، لو هي مش احسن قيمه هل ينفع ان انا اشوف قيمه تانية؟ بشوف قيمه تانية عن طريق ان انا من الجينريشن ده او من الجيل ده اجيب منه الجيل اللي بعديه. يبقى انا دلوقتي عندي ببدا بجينريشن معين اللي هو عندي مجموعه من النقط، اجيب الجينريشن اللي بعدهم. الجينريشن اللي بعدهم يعني كانهم ايه؟ كانه بيرنت وتشايلد موديل، كانه بيرنت وايه؟ وتشايلد. يبقى انت دلوقتي الجيل الجديد بشوف الفيتنس فانكشنز بتاعته هل هي احسن ولا اوحش، ومن الجيل الجديد دون اجيب جيل بعديه واجيب وهكذا اجيال وراء اجيال انسان. طيب خلي بالك بقى معايا، في هنا كذا، في كذا حاجه. انا هستوب امتى؟ يعني انا دلوقتي واحد هيسالني يقول لي كل جيل، يعني انت كل اتريشن بتطلع جيل جديد، صح؟ طب هتستوب امتى؟ والله هتستوب لما انت توصل لفيتنس فانكشن هي بالنسبه لك احسن فيتنس فانكشن. تمام، ده ممكن، ده سؤال او دي كيس. يعني الكيس الثانيه ان انا وصلت لاكبر عدد من الجينريشنز
انا عامل حسابي عليها، انا عامل حسابي ان انا ايه هوصل للجنريشن رقم 100 واقف خلاص، لو وصلت للجنريشن رقم 100 وبجيب منه احسن فانكشن وخلاص، ده كويس اوي. طيب سؤال، هو دلوقتي انا بعمل بين جنريشن، اجيب جنريشن جديد ازاي؟ ده سؤال هنجاوب عليه في الخطوات اللي جايه. في حاجه تانية، هل لما انا بطلع جيل جديد، هل الجيل الجديد دون يعني ايه بيحجب الجيل اللي قبليه؟ يعني سؤال، لو انا عندي الجيل الاولاني ده فيه فيتنس فانكشن كويسه جدا، والجيل الجديد ما فيهوش الفيتنس فانكشن، ربما الجيل الجديد ده يطلع كله فاسد ما يطلعليش فيتنس فانكشن زيها، يبقى انا كده خسرت الفيتنس فانكشن اللي هي او النقطه اللي كانت كويسه. يبقى انا محتاج دلوقتي ما يسمى بالريبليسمنت. ايه الريبليسمنت دون؟ الريبليسمنت دي معناها ان انا لما اجي جنريت الجيل الجديد، ربما ان انا احتفظ ببعض الكروموزومز من الجيل الايه اللي سابق ليه، لان هي ممكن ايه تفيدني وهكذا. يبقى خلي بالك بقى، تعال نشوف الخطوات بتاعه الجيناتيك الجوريزم بالتفصيل واحده واحده بقى. خلي بالك هو هنا احنا حاطينها في شكل ستيبس اللي هي واحد واثنين وثلاثه وهكذا، وان شاء الله كل ستيب منهم نشوف نعملها ازاي وبالحسابات والكلام ده، الكلام ده مهم قوي. طيب احنا قلنا بدايه احنا بنبدا بالجيل الاصلي الاولاني اللي هو بنسميه البوبيوليشن. البوبيوليشن بنختار فيه كام انديفيدوال، عددهم ان، عددهم ايه ان، تمام كده. طيب الان ده يبقى انا في البدايه بختار عدد البوبوليشن او عدد الانديفيدوالز او الكروموزومز، وفي نفس الوقت بختار عدد الجينز، بختار عدد الايه، اختار عدد الجينز، تمام. الخطوه الثانيه اللي هي دي الكروموزومز بتاعتي هي اللي بتمثل اللي هو الفيرست جينيريشن، الفيرست ايه جينيريشن بتاعي. كل كروموزوم منهم بنجيب له الايه الكود بتاعه، بيبقى ليه ايه الباينري كود بتاعه. خلي بالك معايا، هو هجيب الباينري كود منين؟ ما احنا قلنا بقى، احنا قلنا ان احنا هنبدا الكلام ده عباره عن عدد من النقط ان، والنقط دي بنختارهم بايه؟ بختارهم راندوم، بختارهم راندوم يعني ايه؟ يعني انا بجنريت راندوم باينري باترنز، بجنريت راندوم باين. بعد لما انا بقى عندي الكروموزومز بتاعتي، اروح بقى لكل كروموزوم احسب الفاليو بتاعته، احسب اللي هي الاكس واحد والاكس اتنين والاكس تلاتة and so on والاكس ان بتاعته، وبعد كده اعمل ايه منهم؟ ان انا اوجد الفيتنس فانكشن، اوجد الايه الفيتنس فانكشن. يبقى انت عندك كل انديفيدوال او كل كروموزوم رقم اي ليه فيتنس فانكشن اللي اسمها ايه، اللي اسمها اف اي. طبعا بكل بساطه، لو الهدف بتاعي هو الماكسمايزيشن بتاع الفانكشن، يبقى خلي بالك الفيتنس فانكشن هي نفسها الايه الاوبجكتيف فانكشن، الفيتنس فانكشن هي نفسها الايه الاوبجكتيف فانكشن. طبعا بكرر عمليه الايفالويشن بتاع الفيتنس فانكشن لكل الايه لكل الانديفيدوالز. طيب يبقى انا دلوقتي عندي الجيل الاولاني موجود، وكل انديفيدوال فيه ليه قصاده الايه الفيتنس فانكشن بتاعته. بعد كده الخطوه الجايه هي ان اعمل ايه، ان انا اجيب السكند جنريشن، ان انا ايه اجنريت السكند جنريشن. تعال نشوف ازاي. طب تعال نشوف ان احنا هنجنريت بقى الجيل الجديد ازاي. نخلي بالنا بكل بساطه، احنا بنعمل ايه، احنا بندور على احسن فيتنس فانكشن. لو انا عندي دلوقتي سوليوشن معين عاوز اشوف انا قد ايه قريب من السوليوشن، بقيس الكلام ده عن طريق الايه الفيتنس فانكشن بتاعه الانديفيدوال. طيب خلاص، يبقى انا دلوقتي عشان اشوف الجنريشن بتاعي الجديد، محتاج ان انا اجيب الجنريشن اللي هو الولد دون من البيرنتس اللي هم يكونوا كويسين جدا. يبقى انا عندي لازم يكون في كريتيريا اختار بيها احسن ايه، احسن تو بيرنتس عشان يطلعوا لي تشيلدرن الجداد. طيب يبقى انا خلاص في عندي طرق مختلفه اختار بيها البيرنتس. يبقى هتلاقي بعد شويه على طول هتلاقي ان انت عندك ايه طرق مختلفة ان انا اعمل سيليكشن لمين؟ للبيرنتس عشان اعمل ريبرودكشن. جميل جدا. طيب الريبرودكشن ده هيتم ازاي؟ بكل بساطة العملية اسمها كروس اوفر. ايه الكروس اوفر ده؟ لو انا دلوقتي قلت اندي عندي كروموزوم، تعال نشغل البوينتر اهو، يبقى انا عندي انا عملت سيليكشن لتو بيرنتس اهو، ادي كروموزوم A وادي كروموزوم B. احنا قلنا ان
مبدئيا احنا شغالين ان احنا عندنا الكروموزوم بتاعي موجود في عدد معين من الجينز او البيتس، او زي ما انت شايف كده ادي كروموزوم A وادي كروموزوم B. بختار كروس اوفر بوينت، هفترض ان انا عندي ان في نقطة وهمية هنا كروس اوفر بوينت، الكروس اوفر دي بوينت دي انا اللي بختارها دلوقتي، هفترض ان انا اخترتها هنا، يبقى انا هنا اخترتها عند الايه؟ بعد البيت اللي هي التالتة، بعد البيت الايه؟ التالتة. الكروس اوفر هنا دي معناها ايه؟ معناها ان انا هاخد جزء من الكروموزوم بي ابدله مع جزء من الكروموزوم ايه؟ من الكروموزوم ايه بالشكل ده. يبقى انت زي ما انت شايف كده في عندي جزء الكروموزوم ايه اللي هو الرمادي، والكروموزوم بي اللي هو الابيض، يبقى هيطلع لي تو ديفرنت كروموزومز. التو ديفرنت كروموزومز دول اللي هم التشيلدرن الجداد، واخدين جزء من الاب اللي هو ايه، وجزء من الام اللي هو الجزء الايه الابيض، وهكذا. يبقى انت عندك ادي جزء من الشريط الاولاني، وادي جزء من الايه من الشريط الثاني، وهكذا. يبقى ده نوع من انواع الايه، ده من نوع من انواع الكروس اوفر. نخلي بالنا ده اسمه سنجل بوينت كروس اوفر. سنجل بوينت يعني ايه؟ يعني انا واخد نقطه واحده اللي ببدل بيها الايه، ببدل او بعمل بيها الكروس اوفر. في بعض الكيسز الثانيه ممكن اخد 2 بوينتس او اكتر، 2 بوينتس او ايه او اكتر عشان انتج جيل جديد. الخطوة رقم 8 اللي هي بنسميها الطفرة أو الميوتيشن. والميوتيشن ده عامل زي، أنت عندك دلوقتي أنت كل الجينز بتاعتك القيم بتاعتها يا إما 1 يا 0. يبقى خلي بالك هنا بقى 1 أو 0. كلمة طفرة دي معناها إيه؟ معناها إن الجين بتاعي يحصل إن هو يحصل له إيه؟ كومبلمنت. يحصل له إيه؟ يحصل له كومبلمنت. الواحد يقلب زيرو أو الزيرو يقلب واحد، فدي بنسميها إيه؟ دي بنسميها طفرة. طيب احنا كنا قلنا ان الجيناتيك الجوريزم دون تبع اللي هو الاستوكاستيك اوبتمايزيشن الجوريزمز، جواه في راندومنس. طب الراندومنس انت دلوقتي قلت لنا الجزء بتاع الكروس اوفر فين الراندومنس بتاعه؟ الراندومنس بتاعه واحد ممكن يقول لي ايه؟ ان البوزيشن بتاع الكروس اوفر بوينت ممكن كل مره اغيره. ممكن. طيب هو ينفع دلوقتي انا الميوتيشن ده هيبقى راندوم ازاي؟ بكل بساطه انت في الميوتيشن ده عامل زي فليبنج اكوين. لو انت جيت عملت فليبنج اكوين، ممكن بناء على الكرايتيريا بتاعت فليبنج اكوين ان انا اعمل ميوتيشن ولا لا. ازاي؟ ان انا لو انا عندي زي بري سبيسيفايد ميوتيشن بروبابيلتي دي، انا هفترض ان هو رقم انيشالي موجود، الرقم ده بكام؟ الرقم ده بكام؟ هعتبر ان هو ب 30 من 100 اللي هو 3 من 10. وبعد كده كل مره اعمل ايه؟ اجنريت راندوم نمبر، اجنريت راندوم نمبر من 0 ل 1. يبقى انا دلوقتي عندي كل جين من دول، عند كل جين من دول هجنريت راندوم نمبر ار والقيمه بتاعته من 0 ل 1. والله لو الار بتاعتي اللي طالعه اقل من البرميوتيشن بروبابيليتي دي، ممكن اعمل ايه؟ اعمل ميوتيشن. اعمل ايه؟ ميوتيشن ولا لا؟ طبعا انت عدد الجينز اللي هيحصل لها ميوتيشن بيتوقف على اختيارك للبروبابيليتي بتاعت الميوتيشن اللي هي بي ميوتيشن، وهكذا. فخلي بالك انت دلوقتي لو عملت ايه؟ البي ميوتيشن دي عباره عن 10 من 100، لو عندي 10 ايه؟ من 100. خلي بالك لو انا عندي عدد كبير من الجينز، يبقى انا دلوقتي متاكد ان 10% منهم هيحصل لهم ميوتيشن. خلي بالك احنا هنا معتبرين ان الراندوم نمبر جنريتور بتاعك بيجنريت راندوم نمبر يونيفورم ما بين الايه، ما بين طيب الخطوه رقم 9 يا جماعه، ان انا اعمل ريبليسمنت، ان الجيل الجديد يحل محل الايه، الجيل القديم. طبعا التعبير ده تعبير يعني هو فيري جنرال، لكن هو فيه ظلم، لان في بعض الفيتنس فاليوز في الجيل القديم احسن بكتير من الايه، من اللي هي الايه، الجيل الجديد. طيب احنا هناخدها في لحد الجزئيه دي، هنعتبر الريبليسمنت هيتم بالطريقه دي لحد لما نشوف بعد كده ايه الطريقه الاكثر ذكاء، يعني ان انا احتفظ دايما بالكروموزومز او الانديفيدوالز اللي هم ليهم فيتنس فانكشنز تنافسيه. ماشي. طيب يبقى جنرال سبيكينج بقى السامري اوف جيناتيك الجوريزم ستيبس للاوبتمايزيشن هتكون ايه؟ من 1 ل 4 زي ما هي قدامي كده. خلي بالك انت هتفترض
لغايه دلوقتي ان انت عندك اوبجكتيف فانكشن او فيتنس فانكشن ليها كام بارامتر؟ ليها ان بارامتر، الان بتاعتي اللي هي الان سمول، يبقى عدد الفاريبلز او عدد البارامترز هي ان، اللي هي ايه؟ ان سمول، تمام. وبعد كده بيبقى عندي بجنريت راندوم ان كروموزومز، راندوم ان ايه؟ كروموزومز. الان دي ان كابيتال، ان ايه؟ ان كابيتال. كل كروموزوم فيه كام بت؟ لو انا افترضت ان كل فاريبل ليه كي بتس، لو كل فاريبل ليه كي بتس، يبقى اذا عدد البتس في كروموزومز اللي هي كي في ان، عدد البتس في كروموزوم كام؟ كي في ان، خلي بالك. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجة الخطوة رقم اتنين، ان انا هعمل ايه؟ لكل كروموزوم اخده اعمل له ديكود، اوجد الريال فاليو بتاعة البارامترز بتاعته، اللي منها هحسب الفيتنس فانكشن، اللي منها هحسب الايه؟ الفيتنس فانكشن. اعمل الكلام دون لكل كروموزومز او الانديفيدوالز. الخطوة رقم تلاتة ان انا هعمل ايه؟ هعمل السيليكشن والكروس اوفر. خلي بالك، السيليكشن والكروس اوفر والميوتيشن. ازاي الكلام ده؟ هعمل سيليكشن لتو انديفيدوالز، خلي بالك ان احنا هنختار ايه التو انديفيدوالز دول، ازاي لازم نختارهم بحيث ان هم يكون ليهم اكبر فيتنس فانكشنز، اكبر ايه؟ فيتنس. يبقى انا دلوقتي بختار افضل اتنين، تمام، ومنهم اعمل كروس اوفر عشان اطلع منهم الكروموزومز اللي هم في الجيل الجديد، وهكذا. بعد لما اطلع الكروموزومز بتوع الجيل الجديد بتاع الكروس اوفر، اعمل لهم ميوتيشن، اعمل لهم ايه؟ ميوتيشن. نخلي بالنا ان احنا لازم نكرر الكلام دون عشان يبقى عندنا زي ما كان الجيل الاولاني فيه ان كروموزومز او ان انديفيدوالز، لازم الجيل اللي بعديه يكون فيه ان كروموزومز او ان انديفيدوالز. يبقى انت خلي بالك انت بتكرر الكلام ده لحد لما تحصل على نفس العدد بتاع مين؟ بتاع الايه؟ الجيل اللي كان قبل كده، تمام. يبقى انت خلي بالك هنا بتعمل سيليكشن وبعد كده كروس اوفر وبعد كده ميوتيشن عشان تحصل على الجيل الايه؟ الجيل الجديد. بعد كده انا بعمل ايه؟ بكرر الخطوه اللي هي 2 و3 لحد لما يكون ايه؟ لحد لما يكون عندي ترمينيشن كرايتيريا. ايه هي الترمينيشن كرايتيريا اللي احنا قلناها؟ الترمينيشن كرايتيريا هي ان انا احصل على فيتنس فاليو، مفيش احسن من كده، تمام، او ان انا احصل على عدد من الجنريشنز هو الماكسيمم بالنسبه لي. زي ما قلت انا لازم اكون مسبقا محدد عدد الجنريشنز الماكسيمم اللي انا عايز اوصل ليها. تعال نشوف الالجوريزم كفيجواليزيشن بمثال. شغل بس البوينتر اهو. انت عندك دلوقتي الفانكشن اللي هي اف اوف اكس 1 واكس 2 اللي هي الجاوسيان، اللي هي الايه؟ الجاوسيان. والجاوسيان بتاعنا دون ليه ماكسيمم عند الاوريجن، عند ايه؟ 0 0. ليه ماكسيمم عند الايه؟ 0 0، اللي هي الاكسبوننشال فانكشن اللي هي بتاعت ناقص اكس 1 سكويرد ماينس اكس 2 سكوير. السيرشنج سبيس بتاعي الاكس 1 بيتغير من ناقص 2 ل 2 والاكس 2 بيتغير من ناقص 2 ل 2، تمام، كويس قوي. البارامترز بتاعه الجيناتيك الجوريزم اهي، خلي بالك بقى معايا. انا هعمل طبعا، احنا عندنا الباينري انكودنج سكيم، يعني كل كروموزوم هي الكود بتاعه هيبقى باينري، ماشي. هنفترض ان احنا عندنا كل كروموزوم هيبقى فيه كام بيت؟ هيبقى فيه البيتس اللي هي بتمثل البيتس بتاعت اكس 1 واكس 2. لو انا قلت الكي اكس 1 بحطها في 25 بيت واكس 2 في 25 بيت، يبقى الكروموزوم فيه 50 بيت. ولو انا قلت ان انا هستخدم ان سايز، السايز بتاع البوبوليشن بتاعي ان، يبقى انا عندي كام بت؟ يبقى انت عندك ان مضروبه في ايه؟ في 50 بت. طيب الان بتاعتك دي تختارها بكام؟ هو الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك تيبيكال يعني من 30 ل 1000، يعني رقم برضك نخلي بالنا الرقم الاختيار بتاع الان لازم يكون رقم سيجنيفيكانت، وده على فكره على حسب الكومبلكسيتي بتاعت الايه؟ المساله. خلي بالك ده مهم قوي. فطبعا طبعا هنا عشان التبسيط مختار ان بتساوي 10، مختار ايه؟ 10 نقط فقط. طيب يبقى انا انيشيالي هعمل جنريشن لراندوم
نمبرز القيم بتاعتها بواحد وزيرو اللي هم كام بقى راندوم نمبر. خلي بالك بقى كأنهم 10 في 50، وده ان احنا قلنا ايه، في عندي 10 كروموزومز، كل كروموزوم فيه 50 بت، يبقى انا كأن انا هجنريت كام راندوم نمبر، زيرو او واحد، اللي هي ايه، اللي هي 10 في 50، يعني 500 بت. 500 بت طبعا المفروض ان انت هتعمل ايه، المفروض ان انت تديكود بقى الكلام دون، تديكود عشان توجد قيمة اكس واحد و اكس اتنين، تدي كود عشان تجيب قيمة اكس واحد و اكس اتنين اللي منهم تحسب الايه الفيتنس. طيب هنا يا جماعة بيبين لي السيرفس بتاع الفانكشن وهو حاطط عليه اللي هي الانيشال بوينتس بتاعتي. نخلي بالنا احسن فيتنس فانكشن احسن قيمة هنا هتلاقي اللي هي 0.5789، يبقى دول من الايه احسن قيمة اللي هي ايه اكبر قيمة. هنا احسن قيمة هي ايه اكبر قيمة. المفروض دلوقتي ان انا بعمل السيلكشن وبعد كده كروس اوفر وبعد كده الميوتيشن. طيب تعال نبتدي من الاخر وبعد كده نروح الميوتيشن بتاعي. الريت البروبابيلتي بتاعته 2 من 100، البروبابيلتي بتاعته ايه 2 من 100، 2 من 100، يعني انا معتبر ان هيحصل ايه، هيحصل ميوتيشن ل 1 جين على الاكثر. يبقى هتلاقي ايه، هتلاقي 1 جين على الاكثر هو اللي ايه نظريا. خلي بالك انا بقول نظريا لان خلي بالك في البروبابيلتي الكلام ده، الكلام ده مش يعني مش هنقول هنا ان ايه 2% دي الا لما يكون عندي عدد كبير جدا من الجينز هو اللي ممكن ايه يتحقق الكلام ده. طيب بعد كده احنا خلي بالك في السيلكشن، انت دلوقتي بتختار البيرنتس اللي هم ليهم ايه احسن فيتنس، بتختار البيرنتس اللي هم ايه ليهم احسن فيتنس. نخلي بالنا لما احنا نختار بيرنتس ليهم احسن فيتنس وبعد كده اعمل كروس اوفر ماشي، ويطلعوا لي جيل احسن، فانا بعمل ايه، بريبليس. بريبليس ليه؟ دايما اتخلص من الانديفيدوالز اللي هم الفيتنس بتاعتهم ايه بتبقى رديئه، دايما كده دايما بيحصل ريبليسمنت للانديفيدوالز اللي هم ايه اللي الفيتنس بتاعتهم بتبقى ايه بتبقى رديئه وهكذا. هو هنا بيقول لي ايه، بيقول لي خلي بالك ان انا هي بعمل بريبيت السيلكشن كم مرة، بعمله 10 مرات، وفي كل مرة انا بايه دايما دايما خلي بالك بنختار ايه، بنتخلص من اللي الفيتنس فانكشن بتاعته اقل ونخلي هنا هو عامل فيجواليزيشن للنقط بتاعت الجيل التاني. وخلي بالك زي ما انت شايف كده الجيل التاني البيست انديفيدوال بتاعه ليه فيتنس 85 من 100، ليه فيتنس كام؟ 85 من 100. طبعا هو عمل 25 جنريشن، 25 جنريشن، وادي الفيجواليزيشن بتاعت النقط بتاعته اللي هي اهي زي ما انت شايف كده، وصل لايه قرب الماكسيمم جدا. هو ايه قرب الماكسيمم جدا، بص هنا الفيتنس قد ايه، ب 99 من 100، 99 من ايه من 100 وهكذا. طبعا يعتبر ده مثالي، يعني النتيجة دي نتيجة تعتبر. في السلايد دي يا جماعة احنا ممكن نقول ايه، نقول ان الجيناتيك الجوريزم ليه كومبوننتس معينة، الكومبوننتس دي هي الانكودنج والسيلكشن والكروس اوفر الميوتيشن الريبليسمنت وبعد كده الاليتيزم. طيب كل واحدة من دول بننفذها ازاي، عاوزين نعرف الطرق المختلفة بتاعتها وعاوزين نعرف بالأرقام الكلام ده نعمله ازاي. تعال نشوف هنا، تعال نبدأ بالإنكودينج سكيم. طب الإنكودينج سكيم تعال نبدأ بتقول ايه، احنا عندنا الباينري إنكودينج سكيم، يبقى كل جين القيمة بتاعته 0 أو 1. نخلي بالنا القيمة الفورم بتاعة الجين دي بنسميها ايه، أليلز، نسميها ايه أليلز. يبقى الأليلز هنا 0 أو 1، يبقى في الباينري إنكودينج سكيم الأليلز بتاعة الجين بتاعتي هي ايه، هي 0 أو 1. طب هنفترض دلوقتي ان البارامتر بتاع الفانكشن، البارامتر بتاع الفانكشن بتتراوح القيمة بتاعته ما بين ناقص دي ودي، يبقى السكوب بتاعه من ناقص دي لايه لدي، هو الجينز بتاعته او الباينري انكودنج بتاعه اللي هي من اول جي واحد لحد كام، لحد جي كي. احنا اتفقنا قلنا كي هو عدد الجينز او عدد البيتس بتاعتك الايه اللي هو الفاريبل بتاعي. طيب ادي الفورمه اللي احنا هنستخدمها عشان نعمل ايه،
نعمل الانكودنج، يبقى انا دلوقتي جيفن الجين فاليوز بتاعتي من جي 1 لجي كي، اقدر اوجد الايه الكورسبوندنج ريال فاليو اكس باستخدام الايه الفورمولا اللي قدامي. مش عاوزك تتعب دماغك تقول ايه الفورمه دي جت منين والاسباب بتاعها، مش دي القصه. هي اهم حاجه القصه انك هتستخدم دي عشان توجد القيمه بتاعت اكس، قيمه بتاعت اكس. طيب مثال، المثال اللي قدامي اهو بيقول لي ايه، بيقول لي عندي تو فاريبلز اكس 1 واكس 2، وهما القيم بتاعتهم اكس 1 من ناقص 3 ل 3 واكس 2 من ناقص ايه 3 و3. وهنا اخترنا قد ايه، اخترنا عدد البيتس في كل فاريبل هم 10، يبقى انت عندك 10 بيتس الاكس 1 و10 بيتس الاكس 2، وادي القيم بتاعتهم قدامك. اوجد بقى اكس 1 وايه واكس 2، احسب انت بقى ايه الاكس 1 والاكس 2 باستخدام الفورمولا دي وهكذا. يبقى الدي عندك ب3 وتعوض في الفورمولا دي وبالكي بتساوي كام، 10، على طول تقدر توجد. هنا بيوريني بقية الحسابات بتاعت اكس 1 واكس 2. انا بس في ملحوظة مهمة عاوزك تاخد بالك منها، ان انت دايما في التحويل سواء بان انا باينري لديسيمال او العكس، نخلي بالنا ان انا لازم يكون عندي عدد من الديجيتس بعد العلامة يكون ما يقلش عن 4. يعني انا يمكن انا بفضل 5 كمان، يمكن هو في المثال بتاع الكتاب اللي انا حاطه هنا تلاقي ايه استخدم 4 ديسيمال ديجيتس، بس انا عاوزك تستخدم انت ايه، عاوزك تستخدم 5 ديجيتس، 5 ديجيتس بعد العلامة، عشان ده مهم جدا، دون مهم جدا. زي ما احنا عندنا باينري نمبر انكودنج، عندنا ريال نمبر انكودنج. الريال نمبر انكودنج بيستخدم الفورم اللي قدامنا اللي هي اكس بتساوي ماينس دي بلس 2 دي في جي، واحنا قلنا هنا الاكس بتاعتي بتتغير من ناقص دي لدي. طب جي ده عباره عن ايه؟ ده هي عباره هنا عن الجين فاليو. خلي بالك بقى الجين فاليو هنا ما بين الزيرو والواحد، نخلي بالنا الجين فاليو هنا عباره عن فلوتنج نمبر. الجين فاليو هنا عباره عن ايه؟ عباره عن فلوتنج نمبر من 0 ل 1، عباره عن فلوتنج نمبر من ايه؟ من 0 ل 1. طبعا الكروس اوفر هيتعمل بشكل مختلف، خلي بالك. يبقى في الباينري نمبر انكودنج هنلاقيها كروس اوفر، ماشي، وفي الريال نمبر انكودنج هتلاقي ليها الايه الكروس اوفر الخاص بيها. هعمل هنا سيلكشن ازاي؟ طبعا السيلكشن لازم يروح للي هو البيست جاي. طب دايما على فكرة انا دلوقتي بتكلم عن فيتنس فانكشن، والفيتنس فانكشن دي القيمة بتاعتها بوزيتيف، وبالتالي خلي بالك يبقى احسن واحد هو اللي ليه نسبة كبيرة من الكعكة بتاعتي. يبقى خلي بالك دلوقتي انا دلوقتي عاوز احدد نسبة كل واحد من الكعكة قد ايه، فانا عندي طريقة اللي هي الطريقة اللي قدامي دي كان بنسميها ايه الروليت ويل سيلكشن. فالروليت ويل سيلكشن من الشكل اللي قدامي دوت، لو انا قلت ان انا على سبيل المثال عندي 5 انديفيدوالز، كل انديفيدوال من دول ليه بورشن من الكعكة زي ما انت شايف كده، يبقى انت عندك دلوقتي في بورشن لواحد وبورشن اتنين وتلاتة وهكذا. طبعا اللي هو البورشن بتاعه صغير يبقى الاحتمالية بتاعت اختياره قليلة، فطبعا دي واضحة جدا. يعني انا دلوقتي هعمل ايه؟ هلف الروليت ويل. يبقى طول ما الانديفيدوال ليه مساحة اكبر، احتمالية ان هو يتم اختياره هتكون احتمالية كبيرة، هتكون ايه؟ هتكون احتمالية كبيرة، خلي بالك ده مهم قوي. طيب نخلي بالنا انا لازم عشان في الروليت ويل سيلكشن اعمل بقى اللي هي المساحة، او بنسميها الايه، بنسميها البارتيسيبيشن في الكعكة دي بقى، دي بنسميه الايه كوميليتيف ريلاتيف فيتنس فاليو. الكوميليتيف ريلاتيف فيتنس فاليو دي اللي هي قدامي زي ما انت شايف كده، اللي هي السميشن بتاع الفيتنس فانكشنز من اي بتساوي 1 لحد جي على التوتال فيتنس فاليوز، على مجموع التوتال فيتنس فاليوز، فده يديني الكوميليتيف ريلاتيف فيتنس. نخلي بالنا الكوميليتيف ريلاتيف فيتنس دون دايما بيتناسب، كل لما يكون الفيتنس فانكشن كبيره كل لما الكوميليتيف بتاعه هتلاقي الشير بتاعه ايه بتاعه كبير. تعال نشوف مثال، تعال
نشوف مثال. طيب السلكشن هنا هيتم ازاي يا جماعه؟ احنا قلنا هنحسب فاي جي لكل انديفيدوال. طيب تمام، الفاي جي دي خلي بالك دي عباره عن كوميليتيف فيتنس. طيب انا هعمل ايه؟ هجنريت راندوم نمبر اسمه ار، وهختار انهي فاي جي؟ هختار اللي هي الفاي جي اللي هي اقل جي اللي بتحقق ان الفاي جي تكون اكبر من ار. يبقى تاني هختار انهي جي؟ هختار اقل جي اللي تحقق الفاي جي اكبر من الراندوم نمبر اللي انا عملت له جنريشن ما بين 0 و1. طب جميل جدا، تعال نشوف المثال البسيط اللي قدامي ده. بيقول لي ان انت عاوز تطبق الروليت ويل سيلكشن على بوبيوليشن مكون من 5 انديفيدوالز، الفيتنس فاليوز بتاعتهم اف 1 ب 2 واف 2 ب 1 واف 3 ب 5 واف 4 ب 11 واف 5 ب 6. تمام، قال لك خلي بالك الراندوم نمبر بتاعك هنا بكام؟ ب 25%. الراندوم نمبر بتاعك ب 25%، هتختار هنا انهي انديفيدوال؟ تعال نجيب الاول الفاي جي. اهي احسب الفاي جي، طلعت الفاي 1 8%، الفاي 2 8% زائد 4% هتساوي 12%، وهكذا. وحسبت الفاي 3 والفاي 4، لازم الفاي 5 تطلع بواحد. لازم خلي بالك الفاي 5 تطلع بكام؟ تطلع بواحد. طيب جميل جدا، طيب جميل قوي. بص بقى هنا هتختار انهي واحده فيهم؟ تعال نبص كده، هختار هنا بص كده معايا انهي واحده منهم اللي القيمة بتاعتها 25%. مش هتبدأ من الآخر، تبدأ من الأول. الفاي واحد، لا مش الفاي واحد لأن 8%، الفاي اتنين 12%، لسه الفاي تلاتة ب 32%. ال 32% أكبر من 25%، يبقى أنا هختار اللي هي الجي بتلاتة. يبقى الاف تلاتة أو الانديفيدوال رقم تلاتة هو اللي هعمل له سيلكشن، هو اللي هعمل له سيلكشن. الروليت ويل سيلكشن زي ما احنا شفنا ان هي بتدي احتماليه اكبر للانديفيدوال اللي هو ليه فيتنس كبيره ان هو يتم اختياره، ولكن دون طبعا بيعتمد على الراندوم نمبر جنريتور، وبالتالي الراندوم نمبر جنريتور ده ممكن يخيب الظن بتاعي ان هو القيمه بتاعته تخليني ان انا اختار انديفيدوال تاني الفيتنس بتاعته مش كويسه، فده من ناحيه البيولوجي ما هواش ساوند. طيب هو عملوا بقى طريقه تانيه اسمها التورنمنت سيلكشن. ان انا بعمل ايه؟ باخد بختار بيرز، باخد الانديفيدوالز بتوعي اتنين اتنين كانهم ازواج مرتبه يعني، ماشي. كل الازواج المرتبه دي هتلاقي ليها نفس الايه؟ نفس البروبابيلتي. طيب انا بعمل ايه؟ باجي اختار، عاوز اختار اللي هو الايه؟ انديفيدوال معين. دايما اختار الانديفيدوال اللي الفيتنس بتاعته اكبر من اللي هو الايه؟ اللي معاه في الزوج بتاعه. يبقى خلي بالك دايما اختاره الايه؟ يبقى اختار البيتر فيتنس انديفيدوال. يبقى انا دايما هنا اختار الايه؟ البيتر فيتنس ايه؟ انديفيدوال. وبعرف هنا زي probability للتورنمنت سيلكشن بتاعتي، انا بختار لو انا خدت بير معين يبقى انا هختار اللي هو اللي ليه بيتر probability. لو الراندوم نمبر جنريتور بتاعي اقل من البي تور، اذروايز اختار الايه؟ اختار اللي هو الزميل اللي هو معاه في الايه؟ في البير. والبي تور بتاعتي القيمه بتاعتها من 0.7 ل 0.8. تعال نشوف المثال ده مهم قوي. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي انت عندك بوبوليشن فيها 5 انديفيدوالز، وادي الفيتنس فاليوز بتاعتهم اف 1 و2 لحد كام؟ لحد اف 5. تمام، بيقول لي انا الانديفيدوالز بتاعتي هختارهم باستخدام التورنمنت سيلكشن with tournament size ال equal to 2. يبقى احنا عندنا هنختار بيرز، وكنا قلنا ان البيرز دي كلها ليها ايه؟ equal probability. تمام، بيقول لي بقى التورنمنت سيلكشن بتاعتك البي تور بتاعتها هاخدها هنا ب 0.8. طيب ايه هي الاحتماليه؟ عاوز يحسب الاحتماليه بتاعت ان اختار ان انا الانديفيدوال رقم واحد. What is the probability P1 of selecting individual number 1. طيب طبعا احنا هنا عندنا 5 individuals، لو انا عملت منهم pairs يبقى انا عندي ايه؟ 25 pair. عندي 25 ايه؟ 25 pair. تمام،
كويس قوي. يبقى البروبابيلتي بتاعت البير الواحد احنا قلنا كلهم ليهم ايكوال بروبابيلتي، يبقى واحد على ايه؟ على 25. اختار اي بير منهم يبقى البروبابيلتي بتاعته كام؟ واحد على 25. طب خلي بالك بقى معايا هنا، دلوقتي احنا عاوزين نختار الانديفيدوال واحد. الانديفيدوال واحد يتم اختياره، لو انا بصيت في الجدول هلاقي ان انا هايلايت الكولوم رقم واحد وهايلايت الكولوم الرو رقم واحد، يبقى دول عبارة عن كام؟ يبقى اللي هو الانديفيدوال واحد ده يمكن اختياره كام مرة؟ يبقى اذا في 9 مرات انا ممكن اختار فيهم الانديفيدوال واحد، تمام؟ اللي هم الخمسة دول زائد الاربعة دول، يبقى انا عندي ايه؟ عندي 9 مرات. جميل جدا. طيب نخلي بالنا، احنا قلنا التورنمنت سيلكشن هنختار بي واحد امتى؟ لو الفيتنس فاليو بتاعته اكبر من التاني، يبقى انا عندي اي بير منهم، اي بير منهم ممكن يكون ايه؟ واحد وكي او كي واحد. يعني خلي بالك في الصف الاولاني اي بير منهم اسمه واحد وكي، في العمود الاولاني اي بير منهم اللي هو كي واحد. طيب انا هختار بي واحد امتى؟ هختار بي واحد في حالة ان الفيتنس فاليو اكبر من الفيتنس فاليو بتاعت الاخر اللي هي اف واحد اكبر من ايه؟ من الاف كي. يبقى خلي بالك بقى، يبقى اذا احتمالية ان انا اختار اللي هو انديفيدوال واحد وهو الاكبر هتبقى هي الايه؟ هي التورنمنت بروبابيلتي. طيب واحتمالية ان انا اختار الاخر، الاخر ده اللي هو مين؟ اللي هو الاف كي التاني، باحتمالية قد ايه؟ واحد ناقص الايه؟ البي اللي هي اذروايز. كلمة اذروايز يعني واحد ناقص الايه؟ ناقص البروبابيلتي، واحد ناقص الايه؟ ناقص البروبابيلتي. تمام. وبالتالي يبقى اذا البروبابيلتي هتبقى عبارة عن ايه؟ خلي بالك بقى معايا، لو انا بصيت الاحتمالية بتاعت ان انا اختار الانديفيدوال واحد مع نفسه اهو، دي كام مرة؟ دي مرة واحدة، واحتمالية 1 على 25. اهي تمام. طيب امتى بتبقى ال اف واحد اكبر من الاخر؟ ال اف واحد اكبر من الاخر، تعال نشوف كده امتى. عند البير اللي هو واحد واتنين، واحد واتنين اهي، اهي ال اف، عشان اف واحد باتنين و اف اتنين بواحد، يبقى دي مرة، والمرة التانية اللي هي ايه؟ اتنين وواحد. يبقى عندك ايه؟ واحد واتنين واتنين وواحد، اللي هي دي، اللي هما دول واحد واتنين وايه؟ واتنين وواحد، هي دي الحالتين بس. يبقى انت عندك حالتين بس بيبقى الاف واحد هي الايه؟ هي الاكبر. يبقى دي باحتمالية قد ايه؟ باحتمالية بتاعت الايه؟ البي تو. الباقيين قد ايه؟ الباقيين 6 باحتمالية واحد ناقص ايه؟ ناقص بي تو. لما اعوض عن الكلام ده هطلع البروبابيلتي بتاعت ان انا اختار الانديفيدوال واحد هي 100. هو هنا عاوز يقول لي ايه؟ عاوز يقول لي ان الطريقتين اللي فاتوا اللي هي الروليت ويل سيلكشن والتورنمنت سيلكشن يبدو ان يعني يعتبروا ثابتين، او البارامترز بتاعتهم ثابته طول الوقت. ازاي؟ الكرايتيريا او الطريقه بتاعت الروليت ويل سيلكشن زي ما انت شايف تعتبر فيكسد ابروتش، برضك نفس الحكايه في التورنمنت سيلكشن اللي هي البي تور ثابته طول الوقت، فبالتالي مفيش ادابتيشن. فهو عاوز يضيف ادابتيشن للمساله. الموضوع ده انت عارف تتخيله ازاي؟ تخيل ان انت عندك زي في حراره في الاول والحراره دي بتقل، او ان انت عندك جسم في الاول الحراره بتاعته عاليه، مع الوقت المفروض ان هو ايه؟ يقل. ده ازاي؟ الحراره العاليه دي في الاول كان انا عندي الانديفيدوالز بتاعتي الفيتنس فاليوز بتاعتهم، او مفترض ان هي لسه بعيد عن الايه؟ عن الاوبتيمال فاليو اللي انا عايزها، وبالتالي انا مش هديهم اي اتنشن كفيتنس فاليو. لكن انا هبتدي لما الحراره تقل هبتدي ايه؟ ابص للفيتنس فاليوز بتاعت الانديفيدوالز المفروض ان هي بتتحسن جنريشن باي جنريشن، جنريشن باي ايه؟ باي جنريشن. يبقى دي عامله زي ايه؟ يبقى انت في الاول انت بتعمل ايه؟ بتكسبلور، وبعد كده مع الايتريشن انت بتكسبلويت، فانت ايه؟ وهكذا وهكذا. الطريقه دي بنسميها الايه؟ البولتزمان سيلكشن، بولتزمان ايه؟ سيلكشن كريتيريا. تعال نشوف ازاي.
الموديل بتاع البولتزمان سيلكشن كرايتيريا زي ما انت شايف كده بيعمل ايه؟ بيقول لك ان البروبابيلتي بتاعت اختيار اي انديفيدوال بتتناسب مع او اللي هي اكسبوننشال بتاع الفيتنس فاليو مقسوم على ايه؟ على التمبريتشر بتاعته، وبعد كده ده مقسوم على اللي هي التوتال سام بتاع الاكسبوننشال بتاع الفيتنس على التمبريتشر. التمبريتشر دي خلي بالنا ان هي بتتغير مع الاتريشنز، يعني في الاول خالص بتبقى قيمه كبيره وبعد كده المفروض ان هي بتقل مع الايه؟ مع الاتريشن. يبقى خلي بالك لما تكون التمبريتشر دي كبيره يبقى كأن كل الانديفيدوالز في الاول ليهم نفس الايه؟ ليهم نفس البروبابيلتي. لما التمبريتشر دي بتقل هتلاقي بعد كده يظهر الانديفيدوال اللي الفيتنس بتاعته كبيره والتمبريتشر قليله، هتلاقي ان هي ايه؟ البروبابيلتي بتاعتها ايه؟ تعلى، والسلكشن بتاعها هو اللي يبقى اكثر احتمالا. طيب يبقى احنا نخلي بالنا البولتزمان ممكن استخدمه برضك مع التورنمنت سيلكشن. خلي بالك دايما في الاول زي ما قلنا ان التمبريتشر في الاول بتبقى كبيره وبالتالي كلهم ليهم نفس البروبابيلتي، فالاختيار ما بينهم مش هيفرق كتير. طيب هي هتبقى كريتيكال امتى؟ لما تيجي بعد كده في الجنريشنز اللي بعد كده، لما التمبريتشر تبقى صغيره او قريبه من الايه؟ من الزيرو. طيب ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف. لو هي التمبريتشر دي سمول هتلاقي ان انت عندك دلوقتي لو الاف جي هي كبيره، انت دلوقتي بتقارن ما بين ايه؟ عاوز تختار يا اما مين، جي ولا كي؟ طيب الاف جي دي لما تبقى كبيره يبقى معناها اللي هنا اللي جوه الاكسبوننشال ده نيجاتيف، والتي سمول، تي او سمول او بتقول لزيرو، وبالتالي ده هيبقى اكسبوننشال نيجاتيف لارج نمبر، يبقى كان الاكسبوننشال ده بيقول لزيرو، كان البي بقت قريبه من الواحد. قريبه من الواحد يعني الواحد اكبر من الار، واحنا قلنا الار ما بين الزيرو والواحد، يبقى دايما هختار الايه؟ الجي في حاله الايه؟ الاف جي هي كبيره. طيب العكس، العكس بقى ايه اللي هيحصل؟ لو الاف كي، الاف كي هي الاكبر، لو الاف كي هي الاكبر يبقى هتلاقي الاكسبوننشال دون، هتلاقي ان دايما الايه؟ الاكسبوننشال ده هتبقى سيجنيفيكانت بوزيتيف، وبالتالي الرقم ده هيبقى صغير اللي هو الرقم بتاع البي هيبقى صغير، وبالتالي لما تيجي تقارن رقم صغير مع الار هيبقى اصغر من الار موست بروبابلي، يبقى بالتالي انت هتختار الايه؟ هتختار الكي. طيب بعد كده الكروس اوفر، الكروس اوفر ده احنا قلنا اللي هو عباره عن ريكومباينيشن ما بين الديفرنت كروموزومز. ده على فكره بيساعدني ان انا اشوف اجزاء تانية من السيرشنج سبيس بتاعي، يبقى خلي بالك دي بيخليني ان انا اشوف ايه؟ اجزاء تانية من السيرشنج سبيس، ربما ان انا اصادف كروموزوم او نقطه يكون عندها الفيتنس افضل بكتير من الاجزاء التانية. دي نقطه. النقطه التانية طبعا انت لو في السمول بوبوليشن بتاعك من 30 ل 1000 انت ممكن الانديفيدوال يحصل له ان هو يسبريد فيري كويكلي في الايه؟ في البوبوليشن ده، وهكذا. كلمة يسبريد دي معناها ايه؟ ان هو هيسبلت جزء منه ويتبادل مع الجزء الاخر وهكذا، فده ده المقصود بالايه؟ بالسبريدنج. هنا المقصود بالايه؟ بالسبريدنج. خلي بالك دلوقتي ايه الكروس اوفر ده هيعمل ايه؟ هيخليك هنا تروح عند اللوكال مينيمم بتاعتك اللي انت القريبه منك وتمسك فيها على طول. ليه؟ لان انت التو انديفيدوالز دول ما عندهم فيتنس فانكشن معينه، لما بيحصل الكروس اوفر كانه بايه؟ بانتربوليت بشكل معين يديني نقط جديده، النقط الجديده دي ميبي انها تكون اقرب للحل الافضل وهكذا. طيب في ناس بيقول لك ان انت ممكن تعمل كروس اوفر او لا. ازاي بعمله؟ ببروبابيلتي، كاني بفليب كوين. يعني على سبيل المثال لو قلت ان انا عندي فير كوين واعملها فليبنج فكده الكروس اوفر بروبابيلتي 50%، تمام وهكذا. طيب يبقى انت دلوقتي ممكن تعمل كروس اوفر، خلاص هتعمل كروس اوفر، او مش هتعمله ان انت هتكوبي التو انديفيدوالز بتوعك تاخدهم في الجنريشن الجديد زي ما هم. طيب انا بعمل ازاي الكروس اوفر؟ زي ما انت شايف كده، لو انا قلت ان قدامي ان انا عندي سنجل بوينت كروس اوفر وعندي الكروس اوفر بوينت بتاعي دي عند البوزيشن اللي هو ايه؟ بيعدي ام بيتس مثلا، فده الجزء اللي هيحصل فيه الايه؟ التبادل، وهكذا زي ما انت شايف كده. هنشاور عليها بالليزر ايه؟ يبقى انت عندك ايه؟ هتبادل الجزء ده مع الجزء ده والجزء ده مع ايه؟ مع الجزء ده وهكذا، يديني تو نيو كروموزومز.
طبعا ان احنا ممكن بدل السنجل بوينت كروس اوفر ممكن يكون عندنا ايه اكتر من ايه من كروس اوفر، ويتم التبادل مش جزئين بس، ممكن يكون اكتر من. وادي عندك مثالين، واحد للمالتي بوينت كروس اوفر والتاني لليونيفورم كروس اوفر. احنا شفنا الكروس اوفر ما بين باينري كروموزومز او باينري انكودد كروموزومز. احنا طبعا عندنا في ريال فاليد انكودد كروموزومز، وبالتالي ده هنا بيبقى نوع من الفيوجن زي ما انت شايف كده، ان هو بريشيو اللي هي الفا، ده كانه افريج او ويت، كانه ويتد افريج بالظبط. يبقى عندك اللي هو لو انت عندك جي واحد وجي اتنين هما الجينز اللي انت هتعمل بينهم الكروس اوفر، فانت بالتالي هتلاقي ان انت ايه النيو جين، خلي بالك هو هنا مسميه جي واحد وجي اتنين برضك اللي هما بتوع الجيل الجديد، جي واحد وجي اتنين هيبقى عبارة عن الفا جي واحد زائد واحد ناقص الفا جي اتنين، واحد ناقص الفا جي واحد زائد الفا جي اتنين. ده بالنسبة لايه للجين التاني، حيث ان الفا دي هي زي الايه زي الكومباينيشن سكور وقيمة. المرحلة اللي بعد كده اللي هي بعد الكروس اوفر هيجي الميوتيشن. خلي بالنا الميوتيشن معناها ايه؟ معناها انها تحصل طفرة، واحنا بنشوف الطفرة دي هتحصل جين باي جين بيزس، جين باي ايه باي جين بيزس. تمام. طيب واحد بيقول لي انا مستخدم 50 بت عشان اريبريزنت الكروموزوم بتاعي، تغيير في 1 بت منهم ربما ما يكونش ليه تأثير كبير قوي على اللي هي الفيتنس فاليو بتاعتي، وخاصة لو الجين اللي هو هيحصل له ميوتيشن ده موجود في الليست سيجنيفيكانت فاليو. بس خلي بالك هو لو موجود في الجزئية بتاعت النص سيجنيفيكانت هيكون ليه تأثير كبير. تمام. طيب وبالتالي نخلي بالنا هو على اللونج ران بيكون ليه تأثير. الطفرة دي معناها ايه؟ الطفرة اللي بتحصل دي ممكن تنقل الفيتنس فاليو بتاعتي من قيمة وحشة لقيمة كويسة، لقيمة ايه كويسة؟ هو نوز. بس احنا خلي بالك احنا دايما بنعمل الميوتيشن ريت قد ايه؟ تقريبا 1 جين بير كروموزوم. يبقى احنا خلي بالك احنا بنعمل الكلام ده بروبابيليتي تعتبر الى حد ما قليله. يبقى الميوتيشن بتاعنا بنعمله دايما ببروبابيليتي قليله، وبالتالي ممكن يكون عندي على الاكثر 1 او 2 جينز بير كروموزوم هم اللي ايه هيحصل لهم الميوتيشن. طبعا نخلي بالنا في الريال فاليود انكودد كروموزوم ربما الميوتيشن يكون ليه تاثير اكبر بكتير من الباينري انكودد كروموزومز. زي ما احنا قلنا قبل كده الميوتيشن بيحصل ازاي؟ بيحصل ان بيجي واحد من الجينز يحصل له فليبنج، واحد من الجينز او اكتر يحصل له ايه فليبنج. وكنا قلنا ان ده بعمله ازاي، كان بيبقى عندي زي فيكسد ميوتيشن بروبابيليتي، وبعد كده بعمل ايه بجنريت راندوم نمبر. لو الراندوم نمبر ده اقل من البروبابيليتي دي بعمل فليبنج، اذروايز مش بعمل فليبنج. وكنا قلنا ان احنا بنختار دايما البروبابيليتي او الميوتيشن بروبابيليتي دي بحيث ان ايه يكون الميوتيشن ريت يكون مثلا على سبيل المثال ان هو 1 جين بير كروموزوم على الاكثر، واحد او اتنين جين بير كروموزوم. طب تعالى نشوف ازاي احنا هنعمل ميوتيشن في حالة الايه الريال نمبر انكودد كروموزومز. بالنسبة للكريب ميوتيشن، وده بيتم لما يكون الجين انكودنج بتاعي ريال فاليود، نخلي بالنا هو عبارة عن ايه، ناخد شكل بسيط ليه، اللي هو الشكل ان احنا عندنا ايه اللي هو الجين جي هيتحول الى جي برايم عن طريق ايه، عن طريق فانكشن اللي هي ابسايدي. طب تعال ناخد مثال بسيط في الحالة بتاعت اليونيفورم ديستريبيوشن، الحاله بتاعت الايه اليونيفورم ديستريبيوشن. هتلاقي ان هو ايه، هتلاقي ان انا هفترض الويت بتاع اليونيفورم ديستريبيوشن ده القيمه بتاعته قد ايه، القيمه بتاعته سي ار، القيمه بتاعته ايه سي ار. طيب الميوتيتد فاليو هي عباره عن هي الفاليو راندوم بختارها جوه الريجن اللي هي جريدي،
جوه الايه الريجن اللي هي الجراي. واحنا قلنا الريجن اللي هي الجراي دي سنترد عند مين؟ عند الفاليو قبل الميوتيشن، وحواليها من الناحيه دي سي ار على 2 ومن الناحيه دي سي ار على 2. طيب يبقى تلاقي النقطه دي هي عباره عن ايه؟ جي ماينس سي ار على 2. باخد راندوم نمبر ار ما بين 0 و1 اضربه في العرض بتاع الريجن اللي هو سي ار واضيفه على اللي هو الليفت كورنر، يديني الايه؟ يديني النيو جين فاليو، يديني الايه؟ النيو جين فاليو. دي ابسط حاجه، ونخلي بالنا ان الار ده عباره عن راندوم نمبر جنريتور او راندوم نمبر جنريتد ولي يونيفورم ديستريبيوشن. زي ده كده اسمه ايه؟ يونيفورم ديستريبيوشن. هتلاقي في الحاله الثانيه الراندوم نمبر هتلاقي ليه جاوسيان ديستريبيوشن. ليه ايه جاوسيان؟ نيجي بعد كده للستيب بتاعه الريبليسمنت. احنا قلنا ان احنا المفروض بنطلع جنريشن جديد من الجنريشن اللي قبليه، تمام، والمفروض ان احنا هنبدل بقى كل الجنريشن القديم بالايه؟ بالجنريشن الجديد. طبعا من ناحيه البيولوجي ده طبعا كلام مش مظبوط. ليه؟ لان ممكن يكون في الجيل الاولاني في انديفيدوالز ليهم فيتنس احسن وافضل بكتير من الجيل الجديد. طيب يبقى خلي بالك، يبقى دايما ان احنا هناخد في الاعتبار ان دايما هنعمل ايه؟ هيبقى اوفر، في اوفرلاب ما بين الجنريشنز، في اوفرلاب ما بين الايه؟ ما بين الجنريشنز. خلي بالنا في طرق كتير للريبليسمنت، ولكنها هتلاقي في بعضها معتمد على ان انا بعمل ايه؟ ريبليسمنت بنسبه معينه كل سايكل. يبقى كل سايكل كان انت ممكن تعمل ايه؟ تعمل نسبه معينه تعمل بيها الايه؟ الريبليسمنت. والريبليسمنت دايما بيكون بيزد على الفيتنس فاليو. طيب يبقى الريبليسمنت يا جماعه مهم قوي. هيحصل ليه؟ لان احنا دايما مش هن ايه؟ مش هنحتفظ بالانديفيدوالز اللي الفيتنس بتاعتهم ضعيفه. طب يبقى خلي بالك دلوقتي، لو انت هتعمل جنريشن ريبليسمنت معناه انك هت ايه؟ الجي بتاعتك بواحد. دلوقتي هنا خلي بالك جنريشن جنريشنال جاب دي الفراكشن من البوبوليشن اللي هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها ريبليسمنت. وقلنا للجنريشن او جنريشنال ريبليسمنت الجي بتاعتنا بايه؟ بواحد. طبعا هو يعني عمليا وجدوا ان في الستيدي ستيت انت هتعمل ايه؟ في كل جنريشن، في كل جنريشن في ان انديفيدوال، في ان انديفيدوال هتعمل ريبليسمنت الايه؟ لاثنين. هتعمل ريبليسمنت الايه؟ لاثنين. طب ريبليسمنت الاثنين ده هو ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان في تو اوف سبرينجز هيحصل لهم جنريشن، والتو اوف سبرينجز دول الفيتنس فاليوز بتاعتهم هتتحسب. وخلي بالك من هتضيف الاثنين دول للان انديفيدوالز وهتختار منهم احسن ان، يبقى انت هتديليت كام؟ هتديليت 2. يبقى انت هتديليت ايه؟ 2. هتديليت 2 كان انت عملت ريبليسمنت الاثنين، كان انت عملت ايه؟ ريبليسمنت الاثنين اللي هم اسوأ 2. هتلاقي ايه؟ اسوأ ايه؟ 2، وهكذا. اخر كومبوننت في الجيناتيك الجوريزم اللي هي الاليتيزم. نخلي بالنا الاليتيزم دي معناها ايه؟ معناها ان انا بحتفظ دايما بالانديفيدوالز اللي هم ليهم احسن فيتنس. under no circumstances can the fittest number of the current population be replaced. مش هقدر ان انا اعمل له ريبليسمنت، تمام؟ ليه؟ لان انا لو ضحيت بالبيست انديفيدوال دون دي معناها ان انا مش هوصل لاي اوبتمايزيشن زي ما انا عايز. طيب تعالوا بقى يا جماعه هنا ايه نسمرايز الستاندرد جيناتيك الجوريزم. خلي بالنا الجيناتيك الجوريزم ليستنج ده هو اللي احنا قلناه في البدايه، بس مع ايه؟ شويه تعديلات اللي احنا ايه هنضيف شويه تفاصيل بقى بعد لما شرحنا الديتيلز اللي احنا شرحناها. طيب نلاحظ ان نفس الخطوات اللي احنا عملناها قبل كده هي موجوده، ولكن تلاحظ ان انت بقيت مع كل جنريشن عندك الخطوه اللي هي 2.4. الخطوه اللي هي 2.4 اللي انا هشاور عليها بالليزر اهي، هتلاقي ان هي بتعمل ايه الخطوه دي؟ بتيجي تعدي على كل الانديفيدوالز وتشوف انهي انديفيدوال ليه احسن فيت وتحتفظ بيه. يبقى انا عندي هنا بقى عندي اف بيست
يبقى اف بيس دي بتحتفظ بيه الانديفيدوال اللي هو اللي هي احسن فيتنس فاليو. نفس الحكايه الاندكس بتاعت الانديفيدوال اللي هو الاي بيست اهو، يبقى انا بخلي معايا الاف بيست والايه والاي بيست عشان اعرف انهي انديفيدوال وانهي احسن بيست فيتنس عنده. تمام كده كويس قوي. يبقى دي ده اول تعديل. طب في تعديل تاني، خلي بالك بقى معايا، البيست انديفيدوال ده لازم اخده معايا في الجيل الجديد اهو، يبقى ميك ان اكزاكت كوبي اوف ذا بيست كروموزوم، البيست ايه كروموزوم. تمام خدته معايا، ده مهم جدا، ده اول حاجه. طيب تاني حاجه بقى ان انا هعمل ايه، هبتدي بقى جنريت الايه الانديفيدوالز بتاعت الجيل الجديد. الجنريشن دون خلي بالك بقى المفروض ان انا هعمل ايه، هسلكت تو انديفيدوالز بالسلكشن كرايتيريا اللي انت هتستخدمها، وات ايفر بقى اللي هي الايه، هتاخد الروليت ويل سيلكشن او اللي هي اللي بعد كده اللي هي التورنمنت سيلكشن او البولزمان زي ما انت عايز. طيب بعد كده هعمل ايه، هعمل الكروس اوفر. خلي بالك بقى معايا، هنضيف هنا احتماليه الكروس اوفر بروبابيلتي. يبقى انت خلي بالك هنا عندك في بارامتر اهو اسمه الايه الكروس اوفر بروبابيلتي، والله تمام. يبقى انا هجنريت راندوم نمبر، لو الراندوم نمبر ده اكبر من الكروس اوفر بروبابيلتي هعمل كروس اوفر، اذروايز التو انديفيدوالز دول هاخدهم زي ما هم، اذروايز هعمل ايه، هاخدهم زي ما هم. تمام كده كويس قوي، ده مهم جدا. بعد كده هكمل بقى ايه، هكمل لحد لما يبقى عندي ايه ان انديفيدوال في الجنريشن دون، وهريبيت وايه وهريبيت اند سو اون. طبعا ما تنساش الخطوه بتاعت الميوتيشن، ما تنساش الخطوه بتاعت الايه الميوتيشن. بس كده نرجو ان احنا نكون استفدنا من المحاضره بتاعت الجيناتيك الجوريزم.